إن الجزائر التي تتأهب لتبوء مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن تعي ثقة المسؤولية الملقاة على عاتقها بالنظر للتحديات الجمة التي تواجهها المجموعة الدولية، وأغتنم هذه السانحة لأجدد الشكر لكل الدول 184 التي صوتت لصالح بلادي، وهي ثقة ستحرص الجزائر على صونها أثناء عهدتها بالمجلس، وستسعى على تجسيدها بالتعاون الوطيد في مع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي هيئة الأمم المتحدة، وتسخير خبرة الجزائر الثرية في مجال الوساطة وتغليب الحلول السياسية والتسوية السلمية للنزاعات. وعمل بهذه الروح فإن بلادي ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية والعالم العربي، وداعية إلى تجاوز منطق تسيير الأزمات، بل اعتماد مقاربة ترتكز على الحلول النهائية للأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية. ناضلت بلادي منذ حوالي 50 سنة خلت، ومن هذا المنبر بالذات، عن مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي، ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة.